انا ما غيباش صراحه، انا متواجده وبقوه وكنمثل المغرب احسن تمثيل الحمد لله في كندا. ومن الانتاج ديال ليام السنه الماضيه انا اليوم جيت بانتاج جديد، هو من انتاج شركه اليفون اللي هما سمارت فون شينوا اللي قرر باش انه يفتتح السوق ديالو من بوابه افريقيا اللي هي المغرب، وحنا مسخرين بها كاملين. فنجوليا فيديو كليب لطف الله الخفي، بما انني الوجه الاعلامي ديالهم الرسمي، ولطف الله الخفي هي كلمات الحاج احمد الغرابلي الله يرحمه، هي قصيده لطفيه معروفه عند اللطفيه بلطفيه عند المغاربه. والالحان ديال المبدع رضوان الاسمر، والتوزيع ديال امين زنوحي، ماسترينغ ديال رزيق، والاخراج ديال المبدع علي الحضري، والاخراج الفني ديال عبد الهادي انبارو. فالقصيده هي قصيده جميله جدا، كترجع في عهد الحسن الاول، هي العمر ديالها اكثر من 116 سنه، وكانت خرجت في واحد الاوضاع صعيبه كان دايز منها المغرب. و القصيدة عامة هي كتشجع الناس ولا المغاربة أنذاك أنهم يتسلحوا بالصبر ويعرفوا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالثوابت هو اللي كتخلي الإنسان يزيد القدام ويقدر يلقى الحلول المناسبة. فأنا لقيتها فرصة زوينة أننا نرجع لذاك الباتريمون اللي غني عندنا وغيش واللي احنا مفتخرين به واللي كيجسد الثقافة ديالنا وعمق التاريخ ديالنا كمغاربة. وأنا فرحانة جدا بهذا الإنتاج، وكنتمنى على الله أن المغاربة يعجبهم. انا يمكن حياتي الفنيه كلها مغامرات في هذا الصدد هذا، في هذا النطاق. فانا نهار اللي تعاقدت مع شركه اليفون كيعرفوا بانني ماشي اون ارتست دو بوز مي اون ارتست دو ميساج كيف ما سبق لي وضحتها. عندنا نقطه مشتركه مفهومه لا بالنسبه للشركه الصينيه ولا بالنسبه لي، انا كمغربيه مهاجره في الخارج كنحاول ما امكن انني نعطي صوره مثاليه للمغرب اترافير مون ار، واللي كتجسد في العيش المشترك، في لا توليرونس، في احترام الاخر، في الديانه الثلاث، احترام الاخر بغض النظر عن ديانته ولونه والعرق ديالو. فنفس الشيء لا بالنسبه لي لا بالنسبه لهاد الشركه، هما جاوا كتعرف الصين ثقافه مختلفه علينا تماما، ومع ذلك جاوا خذوا هذه المغامره هذه بقواعدها. وإلى لاحظتي إن شاء الله غادي تشوف الكليب، الكليب هو مغربي 100% رغم أنه تصور في كندا، لا بكفاءاته اللي عملوا التصوير وعملوا الإنتاج، سافيدير لا برودكسيون إكزيكيوتيف que ce soit le réalisateur ou la réalisateur artistique, le stylisme aussi, quand une collection تصوبت خصيصا الكليب سميتها سبيريتوال اللي كان ديال اسماعيل القديم اللي كنوجه له تحيه. كان ان غران سبيسياليست ديال لي زيفي سبيسيو اللي انا كنفتخر به بزاف، سميتو عيسى محمد حنين اللي معروف يوبيسوفت تما. المهم كنت فخوره جدا بهاد المغاربه وبهاد الكفاءات اللي عندهم ديك الروح ديال تمغربي في الدم، وباغيين يبينوا بلي المغرب حاضر ولو يكون في اخر الدنيا. فانا فرحانه بهاد التقارب هذا، وفرحانه بهاد التعامل، وفرحانه بالتعاقد ديالي. كنتمنى انني نكون وجه خير على الشركه الصينيه، وانهم لاننا مقتنعين ببعضنا وهذا الشيء كيفرح. وكنتمنى ان المغاربه تعجبهم لطف الله الخفي، لانها فعلا كتعبر علينا كمغاربه وعلى العمق التاريخي والثقافي ديالنا. بطبيعه الحال انا غنكون معك صريحه جدا، اولا لست مؤهله باش نعطي رايي في مجهودات الناس، لان اي مجهود تقوم به اي فنان شاب ولا هذا فهو رواج، وكل رواج محمود. عندي عتب صغير على لا كاليتي ديال لي باغول ديال الكلمات اللي وصلنا لها اليوم، هي نوعا ما يمكن متداوله، ومن حقهم الشباب انهم يكريو ان ستيل. ولكن الا سولتيني انا كفنانه ولا بشخصيتي ولا بطبعي، يمكن غادي نكون شي شويه متحفظه على بعض الكلام اللي كاين دابا في الاغاني. اما الانتاجات والمجهودات والانتاجات الشخصيه ولا المجهودات الشخصيه اللي تقوم بها الشباب المغاربه فهي اكثر من جد، وانا كفنانه مغربيه ومعتزه بهم تنقول لهم بون كوراج، وان شاء الله فيما تيكون الرواج الانسان كيتحسن ومن حسن الى احسن.
سؤال مهم هذا. انا فرحانه بعدا ما بقيتش بوحدي جي بوكو دو كومباني وفرحانه بزاف بهذا الشيء، ولكن حاجه واحده اللي غنسولك، يمكن كاين اون اوفرتور سور بوكو ديكسبيرتيز، تما يعني الانسان يمكن له يطور من راسه، يمكن له يدرس التوجهات يعني اللي ما كايناش ماشي غير في المغرب، حتى في العالم العربي ولا في لوروب ولا هذا. وكذلك كندا عندها واحد الميزه، ما كتحسش بالميز العنصري. كندا سي لي كوسموبوليت وكلها عامره بلي زيميغران، دونك ما تنحسوش بهادشي. كنظن هذا هو الدافع الاساسي، وكذلك على ود الوليدات، فالناس كيمشيو تقلبوا على مستقبل احسن، هادشي مشروع، وانما باش ندافع، ماشي حيت انا مغربيه تما. ملي كنكونوا تما عندك الروح ديال الدافع على المغرب كثار من فهذا هو اللي كناخذوا على العاتق ديالنا، وكنحاولوا كفنانين نعطوا احسن صوره للمغرب ونمثلوه اللي ما هو لايق فيه.